أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 830 شهيدا. وأضافت الوزارة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 4250 جريحا. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 19 شهيدا و110 جرحى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. هذا فيما تواصل طائرات الاحتلال قصف شرق مدينة غزة بعشرات الصواريخ، مما ألحق دماراً في منازل وممتلكات للمواطنين القريبة من الحدود، خاصة في حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة.